قوم العلم، السلام عليكم، معكم ايوب. تخيلوا معايا هذا السيناريو. صار عرفتي علاش جي مختاري؟ اجي ماشي هو داك كيدير الفيديوهات ديال العلوم. اييه هو هذا. مالو انا اللي كنكتب ليه الفيديوهات ديالو. الوغ هنا كنت تما طلق على راسي سلوكيه، وهاد العباره ديال سلوكيه كنستعملوها ملي كيطلق عليك شي واحد شي كذبه عالميه عابرة القارات، وكنربطوها بحيوان سلوكي او السلوقي باللغه العربيه، حيت السلوكي كيجري بسرعه كبيره بزاف. لكن اش غتقولوا؟ الا قلت لكم بان الكذبه كتمشي بسرعه اكبر من السرعه ديال السلوكي. السلوكي هو واحد النوع ديال كلاب الصيد المعروفه في شمال افريقيا، واللي معروف بانه اسرع حيوان عنده 4 القوائم من بعد فهد الصياد، وكيتفوق على الاخير في السفل لانه كيقدر يجري مسافات طويله بسرعه اللي كتوصل 80 كيلومتر في الساعه. لكن ورغم السرعه الكبيره ديال الحيوان الا انها ما كافياش باش نقارنوها بالسرعه ديال الكذبه. علاش؟ ببساطه لان الكذبه كتخرج في اغلب الحالات ديالها على شكل موجه صوتيه. وشنا هي هذه الموجه الصوتيه؟ اولا شنا هي موجه؟ ملي كتسمع كلمه موجه اول حاجه كطيح لك في بالك هي البحر ودوك الامواج اللي فيه، اولا ملي كتلوح شي حجره في الماء داك الشكل اللي كيعطيك. وكاين امواج اخرى اللي كينتقلوا في الفراغ بحال الامواج الكهرومغناطيسيه واللي خصها حلقه بوحدها باش ندويو عليها. الصوت هو عباره عن موجه كتنتقل في كاع الاوساط الماديه، يعني ما كتقدرش تنتقل في الفراغ. والموجه الصوتيه كنعرفوها غالبا عن طريق السمع. المهم عندنا دابا هو ان الصوت كيقدر ينتقل بسرعه اللي كتوصل 334 متر في الثانيه او ما يعادل 1224 كيلومتر في الساعه، سرعه اللي كبيره بزاف على سلوكي مسكين، يعني غضالمينو معنا. ما علينا، فهمتوا دابا ان الكذبه ما خصناش نبقاو نعيطوا عليها سلوكيه، خاص ندبروا لها في اسميه جديده. علاش ما نسميوهاش مثلا صواريخ؟ لانهم كيقدروا يوصلوا سرعه الصوت. المهم ما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم هذه العلم ديال السلوكيه، وتابوناو في لاشين وديروا جيم لاباج باش يوصلكم الجديد. تهلاو.